Good morning. اليوم رح نحل ورقة عمل يا أول عشان الامتحان. هلا طبعا بالإضافة للدفتر الإلكتروني وبالإضافة للكتاب الملون والكتاب الغير ملون. Number one, do you want an apple؟ كل سؤال بتتفرج على البيكتشر اللي معاه. هلا do you want an apple؟ هلا اللي في مخيلتي أنا an apple معناته بدي أحط yes I do ولا no I don't؟ لا، بنحط yes I do. هلا نيجي ل number two, do you want chicken؟ أنا بمخيلتي آيس كريم، ما بدي تشيكن، معناته الأنسر رح تكون no I don't. The number three, the word with short e، الكلمة اللي فيها short e صوت الإي قصير، tin ولا بي؟ طبعا tin. Number four, what you want، هلا اليو شو بتاخد، you ولا do؟ لا بتاخد do، طبعا منحط هنا do. هلا نيجي ل نمبر 5. نمبر 5 انسكرامبل، اخذنا الانسكرامبل انه اعيد ترتيب الجمله، عندك الكلمات want fruit full stop we. هلا شو ترتيبها، we fruit want ولا we want fruit؟ لا we want fruit. نيجي ل نمبر 6 انسكرامبل. انسكرامبل هون حروف t n e، شو بدنا نعمل منها كلمه؟ عندك هون net وهون t n e، مين الاجابه الصحيحه؟ هي net. نيجي لنمبر 7، هون بدنا الفيرست لتر، هل هو ام ولا ان؟ هاي الكلمه نيرس، نيرس معناته ان. The odd word، odd word حكينا الكلمه الغريبه، الكلمه المختلفه، is nurse ولا night ولا man ولا nest؟ لاحظ الكلمات كلهم بيبدوا بحرف الان الا man بتبدا بحرف الان، معناته man هي الكلمه الغريبه. Number 9، how many، حكيت لكم بعد how many لازم نستعمل plural، مين البلورال، cat ولا cats؟ لا cats، بنحط circle على cats. Number 10، I horses، I الاي بتاخد لايك ولا لايكس؟ حكينا الاي من الضمائر البخيلة معناته بتاخد لايك مش لايكس. شي كاتس، شي لايك ولا لايكس؟ شي من الضمائر الكريمة معناته لايكس. نمبر 12، وات ذي لايك، دو ولا داز؟ ذي بتاخد دو ولا داز؟ هيك بتسأل حالك، ذي بتاخد دو. نمبر 13، وات هي لايك، الهي بتاخد داز، اذا بنحط داز. نيجي لنمبر 14، اي لايك، I like دائما بعد like لازم تحط plural cats، زي كلمة how many، how many بيجي بعديها plural و like بيجي بعديها plural. How many goats، عد الgoats اللي هنا 1 2، إذا بنحط circle على 2. Bend my، bend شو الكلمة المربوطة مع bend، hair ولا knee؟ لا bend my knee اللي هي اتني ركبتك يعني. Number 17، your mouth open ولا bend؟ open your mouth. Number 18, is this a book، تفرج عليها، is this a book؟ yes it is ولا no it isn't؟ yes it is، لانه هذا a book. This is bag، هذا حامل حقيبته، هيو معناته my ولا your؟ لا this is my، بس بدي تنتبهوا لكلمة bend هنا، مخربطين في الطباعة يا اول، بس b-e-n-d، اوكي b-e-n-d هي مش مطلوبة يعني عليها حل، وهيك بتكون حلينا للريفيجن وجود لك.